بالنسبه لي التريتمنت اوف انجينا قال لك ديورنج اتاك وان بيتوين اتاك. ديورنج اتاك انا محتاج اعمل له ايه؟ محتاج اعمل كومبليت بيد ريست مثلا كنترول اسمها دي سب لينجوال نيتريت زي النيتروجلسرين زي الايزوسوب داي نيتريت. طيب كمان حاجه اسمها الميديا ترانسفير للهوسبيتال لازم انقله بسرعه للمستشفى. ولو مثلا عايز دعامه اعملها له، عايز قسطره اعملها له، تمام. ممكن اديله مورفين مثلا، لو عايز اكسجين اديله. بالنسبه لي تو بريفنت الاتاك، انا عايز امنع الاتاك. اول حاجه افويد بريسيبيتيتنج فاكتور، بعد كده موديفيكيشن للريسك فاكتور، بعد كده فيزيكال اكسرسايز وموديفيكيشن لللايف ستايل، مودريشن لللايف ستايل. ماشي، افويد بريسيبيتيتنج فاكتور يعني مثلا لو بياكل كتير او بيدخن بشراهه مثلا اللي هو الايه هيب سموكينج، او مثلا بيزعل او بيضايق شويه يحاول يقلل من الحاجات دي، لان الحاجات دي هي اللي دخله في الاتاك. بالنسبه لي الريسك فاكتور زي مثلا بلد بريشر اعالجه، عنده هايبر تنشن اعالجه، عنده دايابيتس اعالجه، عنده مثلا هايبر يوريسيميا، الحاجات اللي هي بتؤدي الى الاثيروسكلوزس من البدايه خالص. بيدخن او وقف السموكينج، لو عنده ديسليبيديميا يبقى افويد الهيفي ميل، افويد الهيفي ميل، افويد الاكسس فات واكسس كربوهيدرات. ياكل خضار كتير وفاكهه كتير، ياكل الاوميجا فاتي اسيد. ليه؟ لان هي انتي اوكسيدنت افكت وكمان فيها الاتش دي ال كمان، يبقى الاوميجا فاتي اسيد فيها الاتش دي ال، والاتش دي ال كان بروتكتد اجينست الاثيروسكلوزس. طيب اقلل البودي ويت لو واحد اوبيز، تمام. الدرج اديله حاجات تقلل الدهون زي مين؟ زي الاستاتين، الفايبريت، النيكوتينيك اسيد ديريفاتيف، الكوليستراماين، الاستيمايد. طيب الاستاتين ده زي السيمفاستاتين، بيقلل الكوليسترول. بيقلل مين؟ بيقلل الكوليسترول، بيمنع تصنيع كوليسترول من الليفر، تمام. الاستاتين ده له سايد افكت زي اي دواء له سايد افكت، بيعمل مايوباسي، تمام، بيزود الليفر انزيمز. طيب الفايبريت ده بيقلل مين؟ بيقلل الترايجلسرايد، بيعمل ايه؟ بيعمل كوليستيزس، يعمل جول ستونز اللي هو الايه الحصوات المراريه، يعمل مايوباسي. ماشي، النيكوتينيك اسيد ديريفاتيف، النيكوتينيك اسيد ديريفاتيف مشاكله ايه؟ ممكن يعمل فلاشنج، ممكن يعمل جي اي تي ديستربنس زي النوزيا، فومتنج، دايريا، ابدومينال بين. الكوليسترامين ده بيمسك في البايل سولت، البايل سولت كانت اللي كانت بتعمل ابزوربشن للفات، بتمسك في البايل سولت وينزل في الستول، يعني بيمنع الابزوربشن بتاع مين؟ بتاع الكوليسترول والبايل سولت، تمام. يبقى بيقلل ليفي كوليسترول عن طريق الكيليشن، بيمسك في البايل سولت وينزل في الستول، تمام. فبيعمل ايه؟ بيعمل جي اتي ديستربنس، السايد افكت بتاعته بيعمل دايريه، بيعمل استياتوريه. ليه؟ لان هو هيمنع الابزوربشن بتاع الفات، فالفات هيفضل في الجي اي تي، فالفات ينزل في الستول، فالستول بتاعه يبقى فيه يبقى فاتي، بيبقى ريحته وحشه. كمان الفات من ضمن الفات اللي ما بيحصلش امتصاص اللي هي ايه؟ اللي هي الفات سولبو فيتامين الاي والدي والاي والكي، بيحصل له مانيفستيشن اوف فات سولبو فيتامين ديفيشنسي زي الفيتامين اي ديفيشنسي، يعمل له ايه؟ سكيلرو ماليشيا، كيراتو ماليشيا، اللي اسمها الفيتامين اسمها النايت بلايندنس، البيتو سبوت. طيب الفيتامين دي يعمل ممكن يعمل ريكتس لو في الاطفال، يعمل لو في الاطفال يعمل ريكتس، لو في الكبار يعمل اوستيو ماليشيا. فيتامين اي ممكن يخش في السيربلر اتاكسيا، ممكن انيميا، ممكن ستريلتي. طيب فيتامين كي ممكن يخش في بليدنج تندنسي. طيب الاستيماد ده بيقلل الابزوربشن بتاع الكوليسترول وبيقلل ال دي ال. يبقى الاستاتين بيقلل الكوليسترول، فايبريت هيقلل التراجل سترايت، الكوليستراماين هيقلل الكوليسترول والبايل سوت، الاستيمايد هيقلل مين؟ هيقلل الابزوربشن اوف ال دي ال والكوليسترول. السايد افكت بتاعت الاستمايد زي الاستاتين، بيعمل مايوباثي وبيزود الليفر انزايم. اكسرسايز لازم يعمل ايه؟ ريجولار فيزيكال اكتيفيتي. طب ازاي بقى؟ مش احنا قلنا الاكتيفيتي دي هتدخله في البين؟ بس في حاجه، هو بيحس بالبين عند وقت معين. يعني ايه؟ يعني مثلا فرضا ان هو مشي 100 متر، ال 100 متر دول مش هيأثروا معاه، يبقى يبدا ايه؟ يبدا يمشي مثلا 100 متر، بعد كده يبدا يمشي 150 متر، يبدا يزود الاكتيفيتي بتاعته بالتدريج لحد ما يوصل عند حد معين يقول للدكتور انا خلاص مش قادر ازود عن كده، خلاص يبقى يثبت على كده. يبقى اذا هيعمل فيزيكال اكتيفيتي، لان الفيزيكال اكتيفيتي مهمه. طب ليه مهمه؟ قال لك بتفتح الكولاترال، في كده ايه حاجه اسمها الكولاترال دي زي شرع زي او عيده مويه صغيره بتبقى مقفوله، فلما يفتحها يبدا يوزع الدم على السكيمك اريا، فيبدا يقلل من البين. كمان بيقلل البلاتيت اجريجيشن، كمان بيزود الفايبرين وليتيك اكتيفيتي اللي هي الايه الحاجات اللي بتدود بتدود الجلطات، تمام. بيقلل البلا بريشر، بيقلل الهارت ريت، كل ده يبقى الاكسرسايز مهمه. حتى لو هيدخله في البين يبقى اذا ايه في ثريشولد معين كده بيقف عنده، مثلا هو بيتعب عند 200 بيتعب عند 300 يوقف عنده، ولكن يمشي ويتحرك عشان يفتح كولاترال ويقلل البلا بريشر ويقلل الهارت ريت، فبالتالي ايه هيمنع الاتاك. ماشي. كمان لو هو مثلا من الناس اللي بتتضايق بسرعه او كده او عندها ستريس، ادي له ترانكيولايزر اهديه زي مثلا اللورازيبام او الدايزيبام. طيب افويد الاكزرشن باي ريدوسنج الاور، يعني مثلا لو هو ايه يعني ايه ما تقلش على نفسك قوي، انت هتعمل اكسرسايز بس ما تقلش على نفسك قوي، تمام.
اديله حاجات انتي انجينا. ايه الانتي انجينا اللي ممكن ياخدها؟ ممكن ياخد نيتريت بيتا بلوكر، ممكن ياخد كالسيوم شين بلوكر، ممكن ياخد انتي بليتلت او حاجات زي انتي سيروم بس يعني. طيب النيتريت ده بيعمل ايه؟ النيتريت ده بياكتيفيت السايكليك جي ام بي، السايكليك جي ام بي فبيعمل ايه؟ عندك الاوعيه الدمويه بتاعتنا الكورونري ارتري موجود في الوول بتاعها الماسكيولوزا او الماسلز موجوده في التيونيكا ميديا، الماسل اللي موجوده دي قال لك لما انا ازود السايكليك جي ام بي انا بعمل ريلاكسيشن للماسل دي، فلما اعمل ريلاكسيشن يقوم الفيسل يريح، الارتري يريح ويحصل له فازو دايلاتيشن. طب ايه الفكره؟ قال لك لما يحصل فازو دايلاتيشن انا هزود الكورونري بلاد فلو، فهزود الاكسجين اللي رايح للقلب فهقلل من الاتاك. مش احنا قلنا كان في امبالانس ما بين الاكسجين والكارديك ورك؟ لما انا اعمل كورونري فازو دايلاتيشن عن طريق الريلاكسيشن بتاع الاسموث ماسل ده فهزود اكسجين رايح للقلب فهقلل الاتاك. تمام؟ طيب هو بيقول لك في حاجه اسمها البريلود والافتر لود. البريلود ده الفينس ريتيرن اللي جاي للقلب، والافتر لود ده الريزيستنس اللي موجوده في الاورطه. القلب لما يجي ينقبض بينقبض تحت ريزيستنس معينه موجوده في مين؟ موجوده في الاورطه. قال لك بقى هو بيقلل الفينس ريتيرن وبيقلل الريزيستنس بتاعت الاورطه، فيقلل البريلود ويقلل الافتر لود. ويزود اوكسجين سبلاي عن طريق ان هو بيعمل كورونري فازو دايلاتيشن عن طريق الاسموس ماسل ريلاكسيشن. طيب البريبريشن بتاعه ايه؟ الادويه بتاعته نيتروجليسرين الداينيتريت ايزوسوربايد والايزوسوربايد مونو نيتريت. طيب النيتروجليسرين في منه سبلينجوال تحت اللسان، في منه اورال، في منه اوينتمنت مرهم، في منه باتش لازقه كده لازقه طبيه بيحطها. تمام؟ الداينيتريت ايزوسوربايد في منه سبلينجوال تحت اللسان، في منه اورال. الايزوسوربايد مونو نيتريت في منه اورال. طب الاورال ده كرونيك يعني ايه؟ يعني ان بتوين اتاك ياخده. طب فرضا هو اثناء الاتاك مش هياخد اورال، يعني اثناء الاتاك مش هياخد دواء برشامه، هياخد حاجه تحت اللسان عشان تبقى سريعه معاه. هياخد مثلا هياخد مثلا لو دو لو امرجنت سيتويشن الانترامينس انفيوجن. سايد افكت بتاعه مش هو بيعمل فازو دايلاتيشن؟ هيقلل الضغط، هيوطي الضغط، حاجه اسمها الاورثوستاتيك هايبوتنشن. طيب بيعمل فازو دايلاتيشن على مستوى السيريبرال فيزل، فيعمل ايه؟ يعمل هيليك، يبدا يحس بصداع او فلاشنج. تمام؟ يعمل فازو دايلاتيشن في كل الاوعيه الدمويه على مستوى الجسم كله. الاوعيه الدمويه اللي في المخ لما يحصل لها فازو دايلاتيشن يحصل له هيليك. طيب اللي في الوش اللي في الفيس لما يحصل لها فازو دايلاتيشن يحصل لها فلاشنج. طيب ممكن يدوخ، يبدا يدوخ نتيجه لايه؟ الضغط قليل. طيب بريسبيتيت الانجينا ابون وذرول يعني ايه؟ لو انا وقفت الدواء مره واحده ممكن يحصل ايه؟ افكت معاكس للدواء بنسميها ايه؟ ريباوند انجين، ريباوند انجين. طيب التولرانس يعني ايه التولرانس؟ قال لك بيبدا ايه؟ ياخد الدواء والجسم ينحس، يعني ما عادش بيستجيب لايه؟ للنيتريت. ليه؟ لان النيتريت دوت عشان يشتغل في الجسم بيعمل بيستهلك حاجه اسمها الاس اتش جروب، الاس اتش جروب دي موجوده في جسمنا طبيعي. قال لك النيتريت عشان يعمل ريلاكسيشن وعشان يشتغل على عشان يشتغل على اسمها الجوانريس انزيم لازم يعمل كونسومشن لمين؟ للاس اتش جروب. الاس اتش جروب في مخزون معين في جسمنا بيخلص، فالنيتريت يجي يشتغل مش عارف يشتغل، فيبدا جسمه ينحس مش مستجيب للنيتريت لان الاس اتش جروب خلصت. طب ايه الفكره؟ قال لك عشان نتفادى حته التولرانس دي انا بديله في الاول مينيمال دوز يعني جرعه بسيطه، وبعدين بديله حاجه اسمها الدرجه هوليدي. يعني ايه درجه هوليدي؟ يعني مثلا يعني هو مثلا بياخد ثلاث، المفروض ياخد ثلاث جرعات في اليوم، لا هديله جرعتين بس، جرعه الصبح وجرعه بالليل. في نص اليوم ادي فرصه للجسم ان هو يبني اس اتش جروب تاني. تمام؟ او ممكن اديله يوم فري في الاسبوع، يعني مثلا ياخد ست ايام في الاسبوع واليوم السابع اسيبه عشان ادي فرصه للجسم يعمل ايه؟ يعمل ريجنريشن للاس اتش جروب. طيب البيتا بلوكر، البيتا بلوكر بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على الكارديك ورك. يعني ايه؟ مش احنا قلنا الامبالانس ما بين اوكسجين سبلاي والكارديك ورك، يا اما ازود اكسجين يا اما مين؟ يا اما هقلل الكارديك ورك. انا هنا هقلل الكارديك ورك، هعمل بلوك للبيتا ريسبتور على الهارت، فقلل الهارت ريت وقلل الكونتراكتيليتي. يبقى بتقلل الهارت ريت وبتقلل البلد بريشر وبتقلل الكونتراكتيليتي. تمام؟ فلما تقلل الحاجات دي اظبط الكفه، اظبط اعمل البالانس ارجع تاني. طيب بتقلل الهارت ريت وبلد بريشر ريسبونس تو اكسرسايز. تمام؟ لو في اكسرسايز مع بيتا بروك يبقى كويس جدا. طيب سايد افكت ايه الاعراض الجانبيه؟ قال لك هي بتقفل بيتا بس هي نون سيلكتيف، يعني بتقفل كل البيتا على مستوى الجسم كله. طيب لما تقفل لما تعمل كارديو على مستوى الهارت يعني تقفل البيتا ريسبتور ممكن تخش في هارت فيلير، ممكن تدخل في البيشنت هارت فيلير او هارت بلوك او برادي كارديا، ممكن تزود الكورونري فازو سبازم. ليه؟ احنا قلنا البرنزلت انجينا كان سببها ايه؟ كان سببها سوبر سنسيتيفيتي على الكورونري فيسل، لان الريسبتور الموجود على الكورونري حساسه زياده عن اللزوم للكيميكال بريزنت، فحصل فيها فازو كونستريكشن. الاوعيه الدمويه بتاعتنا عليها الفا ريسبتور وبيتا ريسبتور. البيتا ريسبتور كانت بتعمل فازو جراديشن، الالفا ريسبتور كانت بتعمل فازو كونستريكشن. لما نقفل البيتا مين اللي يشتغل؟ الالفا، فتعمل ايه؟ ان اوبوزد الفا، الالفا شغاله محدش بيقول لها انت بتعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن، لان كان في بالانس ما بين الفا ريسبتور والبيتا ريسبتور. انا لما قفلت البيتا مين اللي شغال دلوقتي؟ الالفا، فتعمل فازو كونستريكشن. طيب صادن وذرول، لو انا وقفت بيتا بلوكر مره واحده ممكن اخش في الانستيبل انجينا، ممكن اخش في ام اي،
ممكن يدخل في هاي بوتنشال. فالريسبيراتوري هي بتقفل البيتا ريسبتور اللي موجوده في في البرونكاي، فتعمل ايه؟ تضيقها، تعمل برونكوسباز، ممكن تدخل فيه برونكيال ازمه. طيب ممكن تعمل امبوتنس، تمام؟ لان الاركشن في المن سببه في البدايه خالص ايه؟ فازو دايليتيشن. فلما اضرب الفيسل ده، ممكن لما اضرب الفيسل في اللي موجود في البينس، فيعمل ايه؟ امبوتنس. ديبريشن ممكن يعمل ايه؟ ماسكل مانيفستيشن للهايبوجلايسيميا، لان لما الجلوكوز يقل الجسم يبدا يستجيب للجلوكوز القليل ده، يعمل ايه؟ يبدا الانتي انسولين زي مثلا الابنفرين يطلع، الابنفرين لما يطلع يشتغل على بيتا ريسبتور، فيبدا الشخص ده يحس بايه؟ يحس بتاكي كارديا، ارتابيلتي، سويتنج، بالبيتيشن، يبدا يحس ان سكره قليل، يبدا يروح ياخد الدواء بتاعه. طب ايه الفكره؟ قال لك البيتا ريسبتور لما قفلت هتقفل، البيتا بلوكر لما قفلت هتقفل البيتا ريسبتور. فقال لك لما الانتي انسولين يطلع عشان ينبه الجسم ان الجلوكوز يطلع، ان الجلوكوز قليل، لما الابنفرين يطلع عشان يشتغل على البيتا ريسبتور، يلاقي ايه؟ بيتا بلوكر، يعني ايه؟ قفلان البيتا ريسبتور، فيحصل ايه؟ ماسك للمانيفستيشن اوف هايبرجلايسيميا، يبقى سكره قليل ومش حاسس. ليه؟ لان نتيجه للبيتا بلوكر. طيب انترميتنت كلوديكيشن. طيب امتى استخدم البيتا بلوكر؟ في حالات الانجينا زي ما احنا كده بنستخدمها دلوقتي، الاريثميا او الهايبرتنشن، الفالوتترولوجي اللي موجوده في كونجنتال هارت ديزيز هنشرحها بالتفصيل. طيب سايروتوكسيكوزس، في كروموسيتوما، البورتال هايبرتنشن، المايجرين، الجلوكوما، كل ده انديكيشن بتاع البيتا بلوكر. البريبريشن، طيب في نون سيلكتيف وفي سيلكتيف. النون سيلكتيف بيتا بلوكر الانديرال او البروبرانولول، السيلكتيف الاتينولول او الميتوكولول، الشورت اكتنج البريفي بلوك، في حاجه اسمها الكارفيديلول. الكارفيديلول بيبقى بيتا بلوكر with another effect، تمام؟ اسمها الكارديلول. ماشي، الكالسيوم شانل بلوكر، كالسيوم شانل بلوكر، في كالسيوم شانل بلوكر بتشتغل على الهارت، في كالسيوم شانل بلوكر بتشتغل على مين؟ على البلاد فيسل. يعني مع الميكس انا هقلل الكارديو كور واقلل الاكسجين، وازود الاكسجين اصلا، يبقى هقلل الكارديو كور عن طريق ان هقلل الهارت ريت والبلاد بريشر والكونتراكتيفيتي، وازود اعمل كورنري فاز ودايليتيشن، فهزود الاكسجين الضريح للقلب، تمام؟ ماشي، يبقى بقلل الكاردياك لود عن طريق بعمل ايه؟ هقلل البريلود، هقلل الافتر لود وبريلود. الفكره مش احنا قلنا ان في الفينوس ريتيرن بتاع القلب بنسميه بريلود، والريزيستنس بتاعت الاورطه اللي بيلقاها القلب اثناء انقباضه بنسميها مين؟ بنسميها الافتر لود. انا بقلل الافتر لود، بوسع الطريق للقلب للدم وهو ماشي. لما اوسع طريق الدم وهو ماشي، يبقى الدم طريقه سالك، يبقى يوصل للكورونري بسرعه اسرع يعني. طيب ازود الكورونري بلود فلو عن طريق ان انا بعمل ايه؟ بعمل كورونري فازو دايليتيشن. طب هو انتي اريثمي كمان، بينهبت الاس ان نود والايفي نود. ماشي، السايد افكت بتاعته على مستوى الكارديو فاسكولار ممكن ايه؟ توطي الضغط، ممكن يحصل برادي كارديا وهارت بلوك، ممكن يحصل ايه؟ الهايبوتنشن والبرادي كارديا تستميليت البارو ريسبتور، يحصل ريفلكس التاكي كارديا، ريفلكس التاكي كارديا بالاخص مع الدواء اللي اسمه نيفيديبين. ممكن نعمل ايه؟ هارت فيلير بالاخص مع مين؟ مع الديلتيازيم والجرابامايد. بيبقى نيفيديبين يعمل ريفلكس تاكي كارديا. طب ايه الفكره؟ ما هو ريفلكس تاكي كارديا هتزود شغل القلب، هتزود شغل القلب، هتزود الكارديو كور، هتدخله باتاك، يعمل امبالانس، تمام. الديلتيازيم والفيربامايل ممكن يدخله في ايه؟ هارت فينجر. الادرس مش احنا قلنا بيعمل فازو دايليتيشن، فيعمل فازو دايليتيشن على مستوى السيريبرال فيسل فيعمل هيديك، على مستوى الفيسل الموجوده في الفيس فيعمل ايه؟ فلاشنج. طيب ممكن نعمل ايه؟ كونستبيشن. البريبريشن في عندنا الفيربامايل، الديلتيازيم، النيفيديبين، الاملوديبين، النيموديبين، تمام؟ النيموديبين بنستخدمه في حاله السب اراكنويد هيموراج. الانديكيشن امتى استخدم الكالسيوم شانل بلوكر؟ في حاله انجينا زي ما احنا بنستخدمها دلوقتي، الاريثميا، الهايبرتنشن، الفالوتترالوجي، الاسوفاجيال سبازم عشان افك السبازم اللي موجود في الاسوفاجس، السب اراكنويد هيموراج بالاخص بستخدم مين؟ النيموديبين. الانتي بلاتلت مش في جلطه؟ انا عايز ايه؟ امنع الجلطه دي او اقلل من حدوث الام اي، بديله اسيتايل ساليسيليك اسيد او الاسبرين، تمام؟ بينهبت البوستا جلاندن فبيقلل البلاتلت اجريجيشن، بينهبت البروستاجلاندين سينسز، بينهبت الحاجه اسمها السايكل اوكسجينيز انزيم، بينهبت البروستاجلاندين فيقلل البلت اجريجيشن. السايد افكت بتاعته حاجات كتيره من ضمنها البيبتيك السر، بليدنج، اللي اسمها برونكيال ازمه. طيب التيكلودبين بينهبت البلت اجريجيشن، يعني كان في مراحل كده ناخدها في البلد الهيماتولوجي بالتفصيل ان شاء الله، ان في مراحل من ضمن المراحل اللي هي الثرومبس البلت اجريجيشن، البلت لما بلت تتجمع فوق بعضها كده بنسميها بلت اجريجيشن، فانا بوقف الخطوه دي. من ضمن السايد افكت بتاعه التيكلودبين اجرانيولوسيتوزس وبليدنج تندنسي عشان بيعمل انهبيشن على مستوى مين؟ البون مارو. ماشي، الكلوبيدوجرين في عندنا التايروفيبان بيستخدموا في الانستيبل انجينا، الدبريدامول بيعمل حاجه اسمها الكورونري ستيل فينومينا. يعني ايه الكورونري ستيل فينومينا؟ انا بوسع شرايين النورمال فبعمل ايه؟ بسرق الدم من ايه؟ من الكورونري، بفتح كل الاوعيه الدمويه، تمام؟ فبعمل حاجه اسمها الكورونري ستيل فينومينا.
طيب حاجه اسمها كورونري ريفاسكولاريزيشن، القسطره، شغل القسطره والدعامه، شغل بتوع الكارديو ده، اكل العيش بقى، يعني ايه قسطره ودعامه توصل كذا الف. طيب البيركتانيوس، حاجه اسمها البيركتانيوس ترانسليومينال كورونري انجيوجرافي، البيركتانيوس ترانسليومينال كورونري انجيوجرافي، الباك، الباك دي اللي بخش بالون، حاجه زي بالونه كده، واوسع بيها الارض، حاجه بالونه وانفخها جوه، البالونه بتتنفخ جوه فتروح موسعه الارض، تمام؟ او ممكن نستخدم جراف، حاجه اسمها الكباج، هنستخدمها هنعرفها دلوقتي. طيب بستخدمها امتى؟ الباك دي بستخدمها لو اون ستيبل انجينا، او لو عدد الاوعيه الدمويه المقفوله يا واحد اثنين، يا واحد اثنين، تمام؟ يعني لو واحد او اثنين مقفولين بستخدم مين؟ بستخدم الباتك. لو الليشن نوت كالسفايد، يعني ما حصلش كالسفيكيشن، او يكون قليل، يعني شورت اللينس، يعني الطول، الطول بتاع الحته المقفوله دي قليل، الطول قليل، ونوت انفولف الاوستيوم، اوستيوم احنا قلنا الاورجن بتاع الكورونري بنسميه اوستيوم. طب ليه؟ قال لك البالونه اللي هتخش دي مش هتعرف، مش هتعرف تبطأ لو حصل كالسفيكيشن، او لو حصل موجوده في الاوستيوم مش هتعرف تعمل انفليشن، مش هتعرف تتنفخ، فمش هتعرف تقفل، مش هتعرف تفتح ايه الارتري. الديس ادفانتج ممكن يحصل ريستنوزس، يعني ممكن بدل ما منها الارتري يقفل تاني، ممكن يحصل ثرومبوزس، ممكن يحصل دايسكشن، ممكن يحصل اير امبوليزم، وانا بدخل البنا دي الهواء اللي يخش ده يحصل ايه؟ اير امبوليزم، ممكن يحصل ريترو بريتونيال بليدنج، ماشي. ممكن اعمل ايه؟ كورونري ستنت، اللي هو الدعامه، الدعامه، تمام؟ الدعامه دي بتبقى ايه؟ بتزود السرفايفل ريت، بتبقى احسن، احسن من اللي ايه؟ احسن من البدكه. نوعها يا اما ريجولار، انواعها يا اما ريجولار، يا اما حاجه اسمها دراج اليوتيد. دراج اليوتيد يعني بتطلع شويه، يعني الدعامه نفسها بيبقى فيها دواء بتمنع الثرومبوز. طيب الكباج اللي هو الايه؟ الكورونري، الكورونري ارتري باس جرافتنج، انا باخد، باخد ايه؟ باخد جرافت، جرافت دي بجيبها منين؟ إيه؟ يا اما بجيبها من ارتري، يا اما بجيبها من فين. فرضا ان في كورونري مقفول، الحته دي مثلا مقفول فيها ثرومبوز، انا بعمل ايه؟ بجيب جرافت كوبري الحته دي، فالدم بدل ما يمشي كده طريق مقفول فيمشي كده. الجرافت اللي بجيبها منين؟ الجرافت الحته اللي بيها منين؟ يا اما اجيبها من فين، اجيبها من فين اللي هو ايه؟ من من ايه؟ من جوه الليمب فين، يا اما اجيبها من ارتري زي الريديال ارتري والانترنال مامري ارتري، تمام؟ تبقى قريب ان يحصل ثرومبوزز بعد كده، او اجيبها سنسيتيك، يعني الجرافت يا اما اجيبها من فين، يا اما اجيبها من ارتري، يا اما اجيبها سنسيتيك صناعي. الانديكيشن امتى الجا للجرافت دي؟ لو الليفت من كورونري ارتري ديزيز، لو مش احنا قلنا كان في رايت كورونري وليفت كورونري، والليفت كورونري بيتقسم بالبرانشات، لو الليفت كورونري اللي هو الوعاء الدمه الرئيسي، الليفت من كورونري هو اللي مقفول، بستخدم، بستخدم الايه؟ الكورونري ارتري باس جرافت، تمام؟ لو في ثلاث اوعيه دمويه مقفوله، لو في ثلاث اوعيه دمويه مقفوله، ثلاثه كورونري، ثلاثه برانشات. طب لو في انستيبل انجينا نوت سوتابل، ما اعرفش اعمل له الباتكا، لو ما اعرفش اعمل له باتكا يبقى اعمل له ايه؟ انستيبل انجينا، اعمل له قصدي ايه؟ اعمل له الكورونري الجرافت، ماشي. او لو عامل باتكا وكومبليكيتد، او لو ده، او لو دايبيتك ايه؟ لو دايبيتك بيشن. الكومبليكيشن المورتاليتي ريت اقل من 1%، ممكن يحصل اوكليوشن، يعني الجرافت اللي عملتها دي ممكن تقفل، ممكن تقفل، ماشي. افويد قد ايه؟ ممكن يدي انتي بليبتيك عشان ايه؟ امنع الثرومبوس. البوست اوبرتيف ام اي، ممكن يحصل ام اي بعد ما اعمل، بعد ما ادخل واعمل الجرافت دي يحصل ام اي، ممكن يحصل ستروك او تنجونات او هيموج. في حاجات ثانيه بيعملوها زي مثلا الليزر، ليزر انجيوبلاستي، حاجه اسمها الروتابليتورز، حاجه اسمها الترانس مايوكارديال ريفاسكولاريزيشن. طيب في حاجه اسمها الاكيوت كورونري سندروم، دي هناخدها في الام اي، بس عايز اعرف في انواع كتيره كده من الاكيوت كورونري، الاستيمي اللي هو الاس تي اليفيشن، النون ستيمي، النون اس تي اليفيشن، او النون ستيبل انجينا، كل دي تحت مسمى من اكيوت كورونري سندروم، تمام؟ ده هناخدها ان شاء الله في الام اي.